باص ممتاز جدا جدا، نظيف قوي 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 ومنظم، والجايد بتاعتنا ممتازه جدا جدا وتكتب. So you can start to prepare because in few minutes we arrive. زي ما انتم شايفين كده الاجواء فظيعه، الجو النهارده فظيع جدا جدا، المطره من امبارح لم تتوقف. دلوقتي في سنتر مدينه كومو في ايطاليا، متخيلين سنتر مدينه كومو في ايطاليا، ودي كنيسه كده، كنيسه رومانيه. الحقيقه جو استثنائي، جو جميل قوي. دلوقتي احنا في الجزء الاولاني من الرحله بتاعتنا من ميلان لكومو، بننزل السنتر بتاع كومو، وبعدين بعد كده هناخد الفيري هندخل على بحيره كومو. تخيلين يا جماعه دي بحيره كومو، ليه كومو؟ منظر جميل جدا ورهيب قوي، بس الجو يعني فظيع، الجو فظيع. هنركب الفيري دي وهناخد جوله كده داخل ليك كومو او بحيره كومو. خلصنا الرحلة في كومو ودخلنا على بلاجيو، مش عارف بقى هنشوفها ونشوف الطبيعة بتاعتها اخبارها ايه، وهل هي جميلة قوي زي كومو ولا لا؟ تابعوا معايا.